السلام عليكم. تعال نشوف ازاي نسجل في نظام الافليت. هنكتب هندوس على سجل في نظام الافليت الان، وهندخل اليوزر نيم، لازم يكون انجليزي، اي يوزر نيم. هندخل الايميل، والاسم الاول والاسم الثاني، والباسورد اي 6 حروف، ونعيد الباسورد تاني، وندوس على اقبل الشروط والاحكام. لو عايز اضيف صورة ليا بضيفها، مش عايز اضيف دلوقتي ما فيش مشكلة. هنا بختار البلد وبدوس على ريجستر. كده انا سجلت خلاص في نظام الافليت، ودي لوحة التحكم اللي هنشرحها في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.